باب الوضوء من المسجد. نعم صحيح. نعم. لن يصلي. وهذا قول في المذهب أيضا قياسا على سلس البول. هذا الذي يقوله الدكتور أحمد قياسا على سلس البول. إذا تصح الصلاة مع نزول البول وتصح الصلاة والوضوء مع نزول الدم لأنه أمر خارج عن السيطرة. لا هذه حالة عمر بن الخطاب. لكن حضرتك تخيل نفسك واقف في الصلاة فرعفت فنزل الدم على ثيابك وأنت تستطيع أن تخرج من الصلاة وليس هذا جرحا وتستطيع أن تبدل ثوبك وتغسله وتستطيع أن تتقي بثيابك الدم النازل من أنفك. فإن لم تفعل كل هذا بطلت الصلاة وبطل وضوء مع كثرة الدم على الثياب. واضحة؟ المناديل يعني ايش تفعل تعمل بها ايه؟ تغني عن الغسل طبعا وامسح بها الدم واكمل صلاتي. لا شيء في هذا ابدا البت. وهذا على مذهب ايش يا مولانا؟ المالكي احسن. باب الوضوء من المسجد. وهذه المساله مساله الوضوء من المسجد فيها قصه طريفه جدا عن سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وفيها من الكلام الطريف ما فيها ولكن هو حكم فقهي يجب على المكلف أن يعرف ما هو المسجد ومتى ينزل وإذا نزل أيغتسل منه أو لا يغتسل. فإن زاد ماذا يفعل؟ أو يعني يغتسل ولا يتوضأ. والقصة في الرواية الأولى. يقول عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود. الله الله الله. كل الرجال دول لم نترجم لهم. احنا عندنا خطه بادئين فيها من اول الموطأ. كل الرجال الذين روى عنهم مالك بنعمل ايه؟ ترجمه سريعه عن كل واحد، انما شوف ده في سند جديد. حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر. مين ابو النضر ده؟ هنعرف دلوقتي. عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله. خلاص؟ عن سليمان بن يسار. مين سليمان بن يسار؟ سليمان بن يسار هذا من العبيد من رضي الله عنه. أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة. سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود. مين المقداد بن الأسود؟ صحابي. وهو الفارس الوحيد يوم بدر كما قيل. كان يركب فرسه يوم بدر وهو فارسها يوم بدر. أن علي بن أبي طالب. مين علي بن أبي طالب؟ الله. من لا يعرف علي رضي الله عنه سيد الناس بعد رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان. وهو من هو يعني ابن عم رسول الله وأخوه في الدنيا والآخرة وزوج الزهراء وباب مدينة العلم. وخذ قل في علي ما شئت رضي الله عنه. وأبو الحسنين رضي الله عنهم وعليهما السلام. عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره. علي أمر مين؟ أمر المقداد بن الأسود. أصحاب أصدقاء صحابة هم الاثنين. أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله طب ما يسألش بنفسه ليه؟ ليه بيقول للمقداد روح أنت اسأل؟ أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المزي ماذا عليه؟ طب ما يسألش هو ليه؟ يقول للمقداد سيدنا المقداد ابن الأسود بيقول له إيه؟ روح اسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا دنا من أهله في الشتاء بقى ولا حاجة وبعدين تحت البطانية وحضن زوجته ولا بتاع والدنيا بقى ولم يتمم جماعا كاملا فنزل منه سائل وهو المزي وهو يأتي عند فوران الشهر ولم ينزل بتدفق وهو ماء أبيض خاسر كما يقول مين؟ كما يقول هو هذه صفته. وإذا صارت الشهوة ولم يتمم الجماع يقولون ينزل هذه المادة في عضوه لتعقم طريق المني وتنزل فهذه نزلت منه ماذا يفعل؟ شوف العجيب في الموضوع. قال علي وراح سيدنا علي يعلم لماذا أمر المقداد بن الأسود أنه هو يسأل مين؟
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه قال المخلد ما راحش هو يسأل بنفسه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقط. يبقى سيدنا المقداد سأل وسيدنا علي موجود ولا مش موجود؟ ومع أن مين صاحب السؤال؟ ومع ذلك خلى سيدنا المقداد هو الذي يسأل السؤال حقيقة، لأن عنده فاطمة الزهراء. يعني هيبقى يعني في كسوف قوي إن أنا أقول للنبي الكلام ده، ده نوته من أهلي، ده بنته، هكلمه عن بنته كده، يعني مش حلوة خالص يعني، مش كده؟ قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. يعني هذا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؟ يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. لكن سيدنا علي رضي الله عنه خطب الزهراء وزوجها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في زواجه بالزهراء قصة ماتعة وطويلة، وفيها خلاصة أحسها على حضراتكم. صلوا على النبي. قال له رجل: تدري يا علي إن فاطمة تخطب؟ قال: وما شأني أنا؟ قال: لا يجوز أن يخطبها غيرك. وما شأني أنا؟ قال: اخطبها أنت. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست فألجمت من الحياة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا علي؟ قال: فألجمت حياء. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فماذا معك تستحلها به؟ قال: فقلت: لا شيء، لا شيء. قال: فأين الدرع التي أهديتك إياها؟ يعني أنا مش كنت اديتك درع قبل كده؟ قال: نعم يا رسول الله. لكنها، شوف، هو عارف إن الدرع موجود، بس هو لأنه عارف إن الدرع فيما يقاس من شؤون الدنيا ومن أشياء الدنيا لا شيء، بقى مع قال لا شيء، مع إنه عارف إنه في درع إيه موجود، وإن الدرع مع أمور الحياة لا تساوي شيئا. قالوا: فاجتهد الإمام علي. أنا سآتي لكم على النقطة غير المشهورة، لأن القصة طويلة وفيها يعني شهيرة، إلا أن هذه اللقطة أو المشهد من القصة غير شهيرة. شوف يا مشايخ. فاجتهد الإمام علي رضي الله عنه فدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرع وغيره، ثم أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل بها قبل أن يولد، قبل أن يولد. فاجتهد الإمام علي فجاء بناقتين يذبحتا وليمة عرسه بمين؟ بستنا الزهراء رضي الله عنه. فربط الناقة، الله، وبعدين قال: وكان سيدنا الحمزة رضي الله عنه مع بعض الجواري يغنينه، وكان يشرب الخمر قبل نزول تحريم الخمر، وعلي يسير في شؤون الزواج وقد ربط الناقتين في الفناء. فقالت الجارية وهي تغني حمزة: أبا عمار، وقالت كلاما طويلا فيه: أبا عمار، فمن للنوق غيرك تحرضه على ذبح الناقتين؟ والله. فلما شرب وحرضته الجارية قام فبقر بطن الناقتين وقطع سنامهما وذبحهما. فجاء علي فوجدهما قد ذبحتا، فقال: فارتعدت فرسا من الحزن، هذا الذي يملك من الدنيا لا يملك غيره، رضي الله عليه السلام. وقالوا: إنما حزن لا لضياع الناقتين، وإنما حزن لتأخر دخوله وبنائه بفاطمة. الكلام كده هيتأخر. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا المشهد اللي جاي ده. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ذبح عمك. عم خرابة يا عم، شحل عامل لك ايه طيب؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مع سيدنا علي، فدخلوا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي على مين؟ على سيدنا الحمزة. ف
فقال النبي: يا حمزة، ما هذا الذي فعلت؟ قال علي: فنظر الحمزة في قدم رسول الله، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر إلى صدره، ثم نظر في وجهه وقال: يا محمد، ما أنتم إلا من عبيد أبي، ما أنتم إلا من عبيد أبي. قال علي: فتراجع رسول الله وخرج من عنده القهقر وجهه للحمزة وظهره للباب صلى الله عليه وسلم، خشية أن نعطيه ظهره فيجرؤ أو يفعل شيئا آخر، لأنه كان في حالة سكر. قال: هذا كان قبل أن ينزل تحريم الخمر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند حمزة ولم يعاتبه فيه بعد هذا خلاص. ثم نزل تحريم الخمر، وكان من كان من سيد السيرة النبوية، لأن سيدنا علي رضي الله عنه تزوج سيدتنا الزهراء رضي الله عنها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا حتى آتيك. فدخل معهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاهما وصية طويلة يجب على كل شاب مقبل على الزواج أن يعرفها، وأن يعرف أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي وستنا فاطمة الزهراء. مش هقولها عشان يكتبها، بقوله اكتبها اكتبها، مش هقولها. تعالوا يا اخوان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله. يقول لك مالك عن أبي النضر. مين أبو النضر؟ أبو النضر ده يا أخوانا اسمه سالم ابن أبي أمية القرشي، مولاه المدني، ثقة ثبت من رجال الجميع. شوف كلمة من رجال الجميع، أنت بس تحط دايرة عليه كده، خد سهم حتة فوق في النسخة بتاعتك واكتب من رجال الجميع. يعني ده مش من رجال مالك بس، ده من رجال الجميع. يعني إيه من رجال الجميع؟ يعني روى عنه مالك، وروى عنه مسلم والبخاري والترمذي وأحمد والنسائي، الجميع. مين اسمه الرجل ده؟ النضر، أبي النضر. خلاص؟ وكان يرسل، روى عن أنس والسائب بن يزيد وغيرهما، وعنه روى عنه الليث والسفيانان. مين السفيانان؟ سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كلهم دول روى عن هذا النضر. طيب، مات سنة 29 و100، 129 للهجرة. اسمه الرجل ده؟ أبي النضر، سالم بن أبي أمية. طيب، سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله، عن مين بيروي؟ عن مين؟ عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار الهلالي، اسمع، المدني، مولى ميمونة. يعني إخواننا سليمان بن يسار من الإيه؟ من الموالي. وكذلك الأئمة الكبار كلهم كانوا من الإيه؟ سعيد بن المسيب. حر ولا من الموالي؟ قرش ولا من الموالي؟ من الموالي. سليمان بن يسار من الموالي. كل الأئمة الأكابر في هذا العصر كانوا من الموالي رضي الله عنهم. قال الهلال المدني مولى ميمونة، وقيل مولى أم سلمة. سليمان بن يسار ثقة فاضل كثير الحديث، أحد الفقهاء السبعة في المدينة وعلمائها وصلحائها. مات سنة 104، وقيل مات سنة 7، وقيل سنة 100، وقيل قبلها سنة 94. كل ده يعني معناه مات في آخر القرن الأول أو في أول القرن الثاني الهجري رضي الله عنه. سليمان بن يسار عن مين؟ عن المقداد بن الأسود. مين المقداد بن الأسود؟ ها؟ اسمع كده، المقداد بن الأسود ابن عبد يغوث الزهري. نعم، تبناه وهو صغير فعرف به الزهري هذا، وهو المقداد بن عمرو بن سعلبة البهراني بفتح الباء. قال: صحابي مشهور. صح، المقداد بن الأسود مشهور. نعم جدا، صحابي مشهور من السابقين، شهد المشاهد كلها، وكان فارسا يوم بدر. فارس يعني ركب فرس. كان فارسا يوم بدر، ولم يثبت أنه شهدها فارس غيره. كأن كل جيش المسلمين يوم بدر فيهم كان فارس واحد بس لقب المقداد بن الأسود رضي الله عنه. نعم، ذكر لكن يقول لم يثبت، هو ذكر أقصد لكن لم يثبت حقيقة إلا من مقداد بن الأسود. روى عنه علي وابن مسعود. يا سلام، الصحابة بيروي عنه. سيدنا علي روى عن المقداد بن الأسود، مع أنه سيدنا علي في الرواية اللي قال له روح اسأل النبي هو اللي أمره، ومع ذلك سيدنا علي بيروي عن المقداد بن الأسود، وعبد الله بن مسعود بيروي عن المقداد بن الأسود. ودي حاجة في الحديث قلناها لحضراتكم قبل كده، اسمها إيه؟ اسمها رواية الصحابي عن الصحابي، وفي عندنا رواية التابعي عن التابعي، وفي عندنا رواية الصحابي عن التابعي.
الصحابي عن التابعي، وفي عندنا ما يسمى بروايه الاكابر عن الاصابع مين؟ كما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا تميم الداري، ليس كعب الأحمر، وإنما عن مين؟ تميم الداري. تميم الداري روى عنه النبي، المفروض هو الصحابي يروي عن رسول الله، لكن رسول الله روى عن تميم الداري. تعرفون هذا ولا لا تعرفونه؟ قصة الجساسة، حديث الجساسة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري. تعرفوش كده؟ هذا حديث صحيح جدا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على المنبر وبيده حديدا، ثم قال: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس عنده وإذا به يقف على المنبر، وإلى جوار المنبر سيدنا تميم الداري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان تميما الداري مسلما مسيحيا فأسلم، نصرانيا إيه فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد حدثني حديثا. سيدنا النبي يعمل ايه؟ يروي عن تميم الداري: ان هذا قد حدثني حديثا كان قد وافق الذي كنت قد حدثتكم اياه. يعني حدثني حاجه كان قد وافق الذي كنت قد حدثتكم اياه، ثم ساق حديثا طويلا يذكر فيه سيره من المسيح الدجال وانه ذهب الى النبي التميم. عايزين نحكيها لكم مش كده؟ شيخ لطفي عايزين نحكيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد حدثني حديثا كان قد وافق الذي كنت قد حدثتكم إياه. قال: تاهوا في البحر شهرا. اسمع يا سيدي، تاهوا في البحر شهرا، فآواهم المبيت إلى جزيرة. التميم الداري ومعه مجموعة من العرب، والنبي على المنبر يحكي القصة وبيده حديثا. جيد. فلما آواهم المبيت إلى جزيرة في قلب البحر نزلوا، قالوا: فوجدنا دابة أهلب، أهلب كثيرة الشعر، لا يعرف قبلها من دورها من كثرة الشعر. مش عارفين وشها من إيه؟ من أفاها، مش عارفين دي إيه. قال: فقلنا لها: ويحك، ما أنت؟ وبصيغة غير العقل، ما أنت؟ قالوا: فقالت: أنا الجساسة. فقلنا لها: وما الجساسة؟ قالت: اعملوا إلى هذا الدير فإن فيه رجلا إلى خبركم بالأشواق. يعني سيبوكوا إيه؟ سيبوكوا مني، روحوا البيت نبدا من نبدا، ففي واحد مستنيكم على النار، فإن فيه رجلا إلى خبركم بالإيه؟ بالأشواق. فعملوا إلى هذا الدير فدخلوا، فوجدوا رجلا طوالا، قالوا: ما رأينا مثله طولا قط، يرفل في قيود الحديد، ما رأينا قيودا مثلها قط. فلما رأيناه قلنا له: ويحك، من أنت؟ فقال لهم: عندي لكم أسئلة، أجيبوني أخبركم من أنا. فسألهم أربع أسئلة، سألهم كم سؤال؟ هذا كله يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الإيه؟ على المنبر صلى الله عليه وسلم. فقال: اسألوا واسأل. فسألهم، قال لهم: ماذا فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا: عن أي شأنها تسأل؟ قال: أما زال فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: أما إنها أوشكت أن تجف؟ ده السؤال الأولاني. وبعدين قال لهم: ماذا فعل نخل بيسان؟ وبيسان هذه منطقة بالقرب من دمشق، فيها نخل كثير ينبت تمر كثير. قالوا: عن أي شأنه تسأل؟ قال: أما زال يسمر؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه أوشك ألا يسمر. تمام؟ أوشك إيه؟ ألا يسمر، مش هيجيب بلد. قال السؤال الثالث: ماذا فعلت عين زغر؟ عين زغر. قالوا: عن أي شأنه تسأل؟ قال لهم: أما زال فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: أما إنها أوشكت أن تجف؟ كم سؤال كذا؟ ثلاثة. قال لهم في السؤال الرابع: ماذا فعل نبي الأميين؟ قالوا: عن أي شأنه تسأل؟ قال: أو بعث؟ قالوا: نعم. قال: صدقه العرب أم كذبوه؟ قالوا: صدقه بعضهم وكذبه بعضهم. قال: أما إنه خير لهم أم يصدقوه؟ قالوا له: ويحك، ما زلت تسألنا، فمن أنت؟ هم جاوبون على الأسئلة كلها ولا لا؟ ويقال إن نخل بيسان ده بطل يسمر من 500 سنة، ويقال إن عين زغر دي جفت من 200 سنة، ويقال إن بحيرة طبرية الماء ينقص فيها، جفت من قريب. قال لك يعني ده كده كل العلامات إيه؟ ظهرت خلاص. قالوا مستخدم. قال صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لما قالوا له: سألتنا فمن أنت؟ قال: أنا المسيح الدجال، وأما وإنه أوشك أن يؤذن لي فأخرج، فإن خرجت دخلت كل بلد إلا مكة وغيبة.
إلا مكة خطيبة، والنبي على المنبر وفي يده الحديدة أخذ يضرب المنبر بحديدته ويقول: أما إن هذه طيبة، أما إن هذه طيبة، أما إن هذه طيبة، يعني مكة والإيه والمدينة. فقال رسول الله وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. يعني كان متوقع يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان متوقع يخرج في زمن النبي، قال له: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فامرؤ إيه؟ حجيج نفسه. يدخل كل بلد إلا مكة ومن والمدينة. مكة وطيبة، طيبة هي الإيه؟ هي المدينة المنورة صلى الله على ساكنها. هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم بتفاصيل ربما أطول من هذا بقليل، لكنها رواية رسول الله عن مين؟ عن تميم الداري، وهي رواية الأكابر عن الأصابع. لكن حتى لو رواها النبي عن تميم الداري فهي في النهاية قول من؟ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي أمر واقع في الدنيا والناس قد غفلوا عنه. السؤال إيه؟ لم يخرج حتى الآن؟ ولا إيه؟ لا، جوجل إيرث جاب البحار والجزر، لكن أي جزيرة منهم في هذا؟ لا، دي يا مولانا قضية أخرى، كلمة تدخلنا تخرجنا من قضية تخرجنا في أخرى. هو دي بتنطق، لا أدري، الله أعلم، هذا كلام أنا، الله أعلم. ماشي يا سيدي، رأيك صحيح، ليس عندنا إشكال في هذا، ما في إشكال، ما عندناش مشكلة. لكن في النهاية يا شباب، القضية فين؟ بأن هذه الرواية رواها رسول الله عن مين؟ عن تميم الداري. تميم الداري، اسمع يا سيدي، تميم الداري رضي الله عنه أول من أسرج السرج في مسجد رسول الله، هو أول واحد نور المسجد النبوي. نعم، وصحابي وحسن إسلامه، وروى عن رسول الله بعد هذا كثير. وأقص عليك خبره، شيء من خبره، يعني يقول لك: سيدنا عمر في زمانه شب حريق في المدينة المنورة، فقال الناس: أدرك الناس يا عمر فإن الحريق يأكل البيوت. فقام عمر بن الخطاب فقال: أين أجد تميما الداري؟ قالوا: يسأل عن تميم والنار بتأكل في الناس، ما له ولتميم، أين أجد تميما الداري؟ قالوا: في المسجد. فانطلق إليه وقال: قم لها يا تميم. قم لها لمين يعني؟ للنار. قم لها يا تميم. فتعجب تميم الداري، قم لها عمله يعني؟ فقم لها يا تميم. فقام تميم الداري ففرد ذراعيه وأخذ يسوق النار أمامه وهي تجري أمامه، يسوقها وهي تجري، يسوقها وهي تجري، حتى أخرجها خارج المدينة المنورة. وعمر بن الخطاب يقول: ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النار لا تحرق تميم الداري. إن النار إيه؟ لا تحرق تميم الداري رضي الله عنه. فلا روى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحديث ده يستفاد منه كده حاجات، يعني حاجات كثيره جدا نتكلم فيها. ايوه طبعا، ده ولا يهمك، هو ده المقصود اصلا. يعني كده معناها اني لما نيجي كده للعالم اهل الباطن، نعم، كده معناها اني قد يكون اشياء معينه يوكل اليها ناس معينين في التصرف، يعني تصرف امور معينه. يعني هو كان سيدنا عمر أفضل من تميم الداري. سيدنا عمر على قدر مع تميم الداري. ماشي. وأقل من كده، وهل كان يستطيع سيدنا عمر أنه يحكم كده؟ تقصد في قصة تميم وأنه ساق النار أمامه؟ لا، هذه في مقياس أهل الله صغيرة جدا، كالكرامة التي يظهرها الولي وهو مستحيل منها. كما يأتي الملك فيوكل الصغار من رعيته بأعمال الصغار، فإن عمر بن الخطاب أعلى من هذا بكثير، وإنما فعل هذا عمر ليبرز للناس قيمة تميم الداري بس، إنما يستطيع وقد فعل. فقد حدث زلزال في عهد عمر بن الخطاب، زلزال، وفي يده درته، فضرب الأرض بالدربة وقال: أثبتي ألم أعدل عليك؟ فسكنت. قال للأرض كده: اسكتي ألم أعدل عليك؟ فسكنت رضي الله عنه. ولما فتح المسلمون مصر وعمر بن العاص كان واليا عليها،
وجد عمرو بن العاص في مصر عادة قديمة جدا فرعونية قديمة، أنهم يلقون في البحر في النيل كل سنة عروس النيل، عروس النيل. فعمرو بن العاص شكى ذلك لعمر بن الخطاب، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعل؟ كتب كتابا وطواه وأرسله إلى عمرو بن العاص وقال للرسول إن وصلك كتابي هذا فألقيه في النيل، تقرأهوش أنت، ترميه فين؟ ترميه في النيل. كتب في هذا الكتاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، مش لعمرو بن العاص، إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنا بك، وإن كان الذي يجريك هو الله فبحق من يجريك فجري. بخاطب منهم، فألقى عمرو بن العاص الكتاب في النيل، فأخذ يفير ويوفي كل عام من غير ما يرموا في عروس النيل، وانقطعت عادة عروس النيل من هذا الزمن بعد أن زجر عمر بن الخطاب نيل مصر وسمع الكلام. قالوا لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إذا جاءك الملكان في القبر يسألانك من ربك وما دينك وما تقول في النبي الذي بعث فيه فيكم، قال لا أمسكن أحدهما بيمناي والآخر بيسراي ولأقول لهما أنتما من ربكم. أما تفكر إيه واسمع ما هو فوق ذلك، كما جاء في الروايات الصحيحة أن الإسلام اللي هو الإسلام يشكل أو يتشكل يوم القيامة في هيئة رجل يشبه عمر بن الخطاب، فيأتي عمر بن الخطاب فيسلم عليه ويقول له جزاك الله عنه خيرا يا عمر. الإسلام نفسه يقول لسيدنا عمر جزاك الله عنه خيرا، لا الأمر يعني إنما فعل ذلك ليظهر للناس من هو تميم الداهية. نعم جواز، نعم تصريح، لا 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 إطلاقا، وهذا يعني تستطيع أن تقول هذا سند قوي في السنة ومن سنة الخلفاء الراشدين، وأن هذا عمر بن الخطاب الذي أمر تميما أن يفعل، وما هو أكثر من هذا كمان. طيب أن علي بن أبي طالب أمر مين يا مشايخ؟ أمر اسمه إيه؟ المقداد بن الأسد، أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا أي قرب من أهله من حليلته فخرج منه المزي ماذا عليه؟ اسمعوا المفاجأة كده، ذكر أبو داود والنسائي وابن خزيمة سبب السؤال، ليه سيدنا علي سأل السؤال ده؟ وليه احنا عرفنا ليه اتكسف وما سألوش بنفسه، عرفناه ليه صح، لكن هو أصلا ليه سأل السؤال ده؟ أصلا سبب السؤال من طريق أخرى عن علي قال كنت رجلا مذاء، والمزي ينزل دلالة على صحة البدن وقوته وعدم اعتلاله ليس فيه علم، هذا من علامات الصحة. قال كنت رجلا مذاء، اسمع الحتة العجيبة، قال فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، يعني الموضوع زاد عن حده، عمال كل تقريبا كل يوم، لأن هم كمان في الروايات لما يعني دخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وسيدنا فاطمة قالوا عليهما برد صغير، قال إذا غطينا وجوهنا انكشفت ساقنا، يعني صغير كده، قال فدخل النبي معهما في البرد، قالت أمنا الزهراء فأحسست برد قدمي في صدري.